أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل حب بكل أمل بكل تفاؤل بكل صحة وعافية. أهلا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم الصباحية شروق مورنينج. إذن اليوم هو اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم، رمضان هذا العام رمضان استثنائي تزامنا وجائحة كورونا كوفيد-19 في العالم بأسره وفي الجزائر خاصة. إذن أهم الموضوع الذي سنتطرق إليها في نهارنا لنهار اليوم أقول، وفي ظل فرض الحجر المنزلي وفرض التباعد الاجتماعي، كيف يؤثر رمضان وكيف يؤثر الحجر المنزلي على الجزائريين؟ أكيد راح نتناول الموضوع من الجانب الاجتماعي وكذلك من الجانب النفسي، بالإضافة إلى مواضيع أقول وفقرات مختلفة ومتنوعة. بدون إطالة أحوال طقس وعديلة، صباح الخير. صباح الخير زميلتي سهيدة، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام، نهاركم سعيد ومبروك إن شاء الله. إذا الوضعية المرتقبة الجوية خلال نهار أو ظهيرة اليوم، يبقى الطقس متقلب على أغلب مناطق الوطن، أمطار رعدية معتبرة تقدر تكون معتبرة محليا على المناطق الشرقية للوطن، أما مناطق الجنوب تبقى دائما على موعد مع استمرار نشاط الزوابع الرملية الموسمية. فيما يخص درجات الحرارة المرتقبة خلال ظهيرة اليوم الثلاثاء 28 أفريل، نسجلوا 20 درجة على الجزائر العاصمة، 22 على وهران شلف سيدي بلعباس، 19 على معسكر شلف وغليزان، 18 على الجلفة بوسعدة وأفلو، 18 أيضا على البيض بريزينة ومشرية، 26 على شمال الصحراء، 27 على ورقلة، 24 على بسكرة، 27 درجة على كل مناطق الجنوب الغربي مع زوابع رملية تبقى تزحف نحو صحراء تنزروف، نسجلوا 34 درجة على أدرار، 33 درجة على عين صالح مع زوابع رملية تزحف نحو منطقة إليزي وعين ميناس، ونسجلوا 33 درجة أيضا بجانة وتمنرس مع أجواء قليلة الغيوم، و44 كأعلى مقياس ببرج باجي مختار تيميا ويندين زواتين وعين أزوا. للملاحة والصيد البحري، بحر قليل الاضطراب عموما على طول الشريط الساحلي مع سرعة رياح تبدأ من 20 كيلومتر في الساعة من القالة نزولا إلى مرسى بن مهيدي وين تلحق 30 كيلومتر في الساعة وفق اتجاهات جنوبية غربية، أما الرؤية من ضعيفة إلى متوسطة وهذا بفعل السحب السفلى والأمطار. الختام كالعادة مشاهدينا بغروب الشمس ليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020 على 7:33 دقيقة، والمواقع الإلكترونية اللي تبقى دائما تحت خدمتكم. عودة إليك زميلتي زهيدة. عديلة تفضلي معايا. فقط نذكر مشاهدينا الكرام بالحصيلة النهائية لحد هذه اللحظات، تم تسجيل 7 وفيات و135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 ليصل إجمالي العدد إلى 3517 حالة. أما بالنسبة لعدد الوفيات فبلغ 432 حالة وفاة أو ضحايا أقول. أما بالنسبة لعدد الحالات التي تماثلت بالشفاء فوصلت إلى 1558 حالة لحد هذه اللحظات. عودة إليك. شكرا زميلتي زهيدة. فقط نذكر أنه سمحي لي نشرية خاصة من قبل الأرصاد المصالح الأرصاد الجوية أفادت أنه النشرية الخاصة تساقط أمطار رعدية تقدر تكون معتبرة على المناطق الشرقية للوطن، على عنابة، سكيكدا، تعرف، سوق هراس، أيضا على قسنطينة وأم البواقي، وهذا من ابتداء من الساعة 3 مساء إلى غاية منتصف الليل. أمس كانت كاينة النشرية، كانت كاينة أيضا أمطار أيضا رعدية همت المناطق الشرقية للوطن، وكما شفنا أيضا تساقطت يعني على وسط البلاد أيضا. عديلة، ربما الكل يتساءل عن المحاصيل الزراعية بصفة عامة في الجزائر، هل سقوط الأمطار في هذا الشهر أو يعني شهر أفريل شهد أنه تساقط كثير للأمطار يؤثر إيجابيا ولا سلبا على لا يؤثر إيجابيا إن شاء الله، لأنه فالخير بالنسبة للفلاحين، خصوصا أنه كانوا يشكوا من ندرة الأمطار في الأشهر تاع ديسمبر جانفي، يعني عودة ولات إن شاء الله فالخير لهم بالنسبة
الموسم الحصاد الزراعي. في النهاية نقول أنه مصائب قوم عند الطبيعة فوائده. الجملة الشهيرة. طبيعة تنفست وأخيرا. تنفست أيضا يعني تنفست. احتلت الكورونا رئة الإنسان وتركت البيئة تتنفس. يعني هذا هو التعبير الصحيح. صحيح. موضوعك. إذن موضوعي تزامنا مع شهر رمضان الفضيل كما نعرفه على غرار الأيام العادية تكثر فيه النفايات بكثرة. موضوعي اليوم هو كيف يعني النفايات تغزو الشوارع خصوصا في شهر رمضان، مما يجعل أنه البيئة تستغيث من هذا التصرفات. كما نعرفه علاش تكثر النفايات في شهر رمضان زهيدة؟ لأنه المواطن يقبل على اقتناء ويشري بكثرة في هذا الشهر الفضيل، يعني كما رانا نشوفوا في هذه الصوره وين ينتهي بها المطاف الى طرقات والى الى 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 الشوارع، يعني خصوصا وين كاين الاحياء السكانيه يعني بالمقابل. هذه عين نعجه؟ لا ماشي عين نعجه. هذه صوره في احد الاحياء اظن بجارة. حتى النفايات تكثر كثيرا امام الاسواق الجواريه، الاسواق الجواريه، في سوق جواريه يعني قرب. يعني هذه النفايات هناك يعني ماشي غير المواطن متسبب بها. المواطن يقدر يكون متسبب علاش؟ لانه راح بكثره اقتناءه وبكثره مشترياته في الشهر الفضيل راح يدخل في نوع ما في طريق من التبذير. يعني كما احنا نقولوا الشعب يعني دائما يشري بلهفه، يخاف الفواكه تخلص، يخاف الخضرات تخلص، يخاف انه المنتوجات تنفد من السوق، لذلك يقوم بشرائها بكميات يعني خياليه وفي الاخير ما يستعملهاش كلها وينتهي بها المطاف الى الطرقات. صحيح. بالمقابل زهيدة انه ماشي المواطن وحده المسؤول، كاين بعض البلديات كما بلديه بجراح، كما عين نعجه، كما الحراش، اللي تكثر فيها الاسواق الموازيه. حتى لما نتكلموا على الحراش وعين نعجة أو المناطق الكبرى في الجزائر العاصمة اللي تعرف بكثرة سكانها أيضا. نعم، تعداد السكاني والأسواق الكثيرة فيها. يعني التجار هنايا كاين بعض التجار يعني فوضويون بصراحة، يقوموا بعرض السلع تاعهم فوق هذيك الطاولات، يعني سلع منوعة بطريقة يعني مزينة اللي تجذب المواطن وتجذب الصائم يعني بخاصة. بعد ذلك يعني كنت لاحظت واحد التصرف، لو لاحظتيه معايا زاهدة، في بعض الأسواق كاين تجار يعرضوا واحد المنتجات كما مثلا كما السكاكين، كما واحد الآلات اللي يقطعوا الخضر. هذيك الخضر هو يعرض، انت كي تجي تشوفي ما تقدريش تشريها، يقول لك لا انا نوري لك كيفاش هذه الالات تستعمل. يبدا يقطع كميه من الجزر، كميه من القرعه، كميه من البطاطا، باش يوري لك هذوك الاشكال تاع الخضر. بعد ذلك يعني نلقاو اكمام من هذيك الخضر المقطعه بهذيك الاشكال. بعد ذلك انت تشري هذيك الاله لانه عجباتك بطبيعه الحال. في النهاية عندما المواطن يرجع للبيت، عندما التاجر يرجع لبيته، يترك هذيك الخضر مرمية، يترك كما رانا نشوفوا هنايا هذوما لي كارتون، هاد الساشيات هذوما، يتركهم هكذا مرميين على الطرقات. يعني تصرفات عشوائية. تصرفات عشوائية، يعني ماشي المواطن فقط راهو سبب فيها، وإنما بالمقابل بعض من التجار الفوضويون. وأيضا كاين بعض رؤساء البلديات اللي يعني ما راهمش يتعاملوا بصرامة يعني حقيقية اتجاه هذه التصرفات، يعني من خلال إخراج النفايات المنزلية ومن خلال يعني عمال النظافة اللي لازم يكون تكافل. صحيح. ولازم نعاونهم احنا أيضا. صحيح، نعاونهم ربما من خلال تنظيم النفايات، يعني كل ما يخص الزجاج نحطوه في يعني نفرزه، نقوم بعملية فرز قبل إخراج النفايات بطبيعة الحال، لأنه الخطر. صح. طبعا لأنه النفايات هذه هي عبارة عن مزيج من كل المواد وخاصة المواد السامة، كما القارورات تاع الجافيل، كما القارورات تاع لي ديزانفيكتون اللي نستعملوهم في المنازل، هي عبارة عن مواد سامة. يعني عندما نتلفوها بهذه الطريقة في الشوارع، وعندما يقوم بعض المواطنين من حرقها، راح تكلف انبغازات سامة مثل غاز الديوكسين، اللي راح يكون عندنا يعني موضوع هام جدا على هذا الغاز. من خلال رسكلت من خلال لا بعض المواطنين يعني كيشوفوا تاخر عمال النظافه يعني او ما قاموش مثلا ما جازوش هذاك النهار، ولا كاين بعض المواطنين يحكموا هذه النفايات، يديروا عباره عن اكمام هكذا ويحرقوها.
يعني من ذاتهم هما هذاك الحرق راح يكلف انبعاثات خطيره، وخصوصا انه رانا في الشهر الفضيل، يعني ماشي مليح للرئه تاعنا انه نشموا مثل هذيك الروائح. حتى مش فقط الشهر الفضيل وانما زمن على غرار الايام يعني لحد الان فيروس ينتشر او انتشاره كبير في الجزائر، فهذا الشيء يساعد على انتشاره، يعني يساعد على انتشاره. يعني كي نشوفوا هكذا الاوبئه والفيروسات والامراض، يعني تبع البيئه الرطبه، البيئه المعفنه، البيئه اللي تكون تكثر فيها البكتيريا والنفايات الضاره. ايضا النفايات هذه عندها خطر على البيئه وخطر على الانسان، يعني تظهر منها حشرات واعشاب بشكل كبير، وايضا راح تكون غذاء لبعض من الحيوانات، يعني اكرمكم الله، مثل الجرذان، مثل القطط اللي تتغذى على الأطعمة الفاسدة والمتعفنة. كان فيه زهيدة رقم أخضر يعني قامت به أطلقته الوكالة الوطنية للنفايات، هو رقم 3007، هذا بهدف إخطار الوكالة والإبلاغ عن هذا المزابل المتراكمة. كما قلت زهيدة أيضا هي تلوث الهواء لانبعاثاتها من هذيك الغازات ومن هذيك الأحماض والزيوت اللي تخرج من هذا، كما رانا نلاحظوا في هذه الصورة كاين عبارة عن زيوت راهي تخرج من أكياس القمامة، يعني هي زيوت خطيرة جدا وهي سوائل خطيرة جدا، راح نتحدثوا عليها في مواضيع لاحقة. وهذا الشيء كامل راه يسبب تآكل طبقة الأوزون. خلال شهر رمضان اللي فات سجلت بعض الأرقام، يعني أرقام رهيبة، لحقت 18,000 طن من النفايات خلال 12 يوم الأولى من شهر رمضان، يعني هي أرقام رهيبة. صحيح. أرقام يعني أصبحت هذه النفايات كلعنة تطارد الشوارع، خصوصا في هذا الشهر الفضيل، لأنه تكثر فيها المقتنيات والمشتريات من طرف المواطن، بالمقابل أنه تكثر فيه عرض المنتوجات والسلع من طرف التجار. صحيح عادلة، ربما في كل مرة أو الحكومة الجزائرية تنظر إلى قانون لردع مثل هذه التصرفات أو لردع هذه الأمور، وحتى لردع المواطنين اللي دائما ما يرموا نفايات عشوائيا. صحيح. نرجو فقط ونأمل أنه هذه القوانين تطبق في أسرع إن شاء الأوقات الله. يعني إن شاء الله. لأنه هذا الشيء يعود سلبا على المواطن وعلى البيئه. صحيح. بطبيعه الحال حنا نتمنوا انه هذه التصرفات تنقص، خصوصا انه الكورونا عطتنا درس في الصحه، عطتنا درس في البيئه، ورانا شفنا بعينينا يعني كيفاش البيئه تنفست، كيفاش طبقه الهواء تنقات، كيفاش خرجت بعض الحيوانات لانها لقات البيئه المناسبه. صح. لها يعني تنفست الارض، حنا ماشي نعاودوا نرجعوا يعني بايدينا، نعاودوا ندمروا البيئه اللي راهي يعني. صح. اللي راهي احتوت وتقدر تحتوي الأجيال القادمة إن شاء الله. صحيح. ودائما ما نتكلم على، كنت ذكرت نقطة مهمة ودائما ما نذكرها، أنه ضرورة الحديث عن البيئة في الجزائر وتخصيص فقرات وحصص بيئية في الإعلام بصفة عامة لتوعية الناس وتحسيسهم. نعم. بمخاطر التصرفات العشوائية للبيئة ولأنفسهم أيضا. نعم. عديلة، كان هذا بالنسبة للموضوع بصفة. نعم. كلمة أخيرة فقط زاهدة، أنه يبقى درس البيئة درس متكرر كالحروف الأبجدية، كباقي الدروس اللي نقراهم يعني من السنة الأولى حتى للنهائي، يعني هذا الدرس يبقى دائما يتكرر بهدف التوعية وبهدف المشاركة أيضا في تحسيس المواطن بأهمية هذا البيئة اللي راهي كما قلت تحتوينا. صحيح. شكرا لك عديلة. شكرا لك زاهدة. شكرا. صحة فطورك أيضا، موفقة إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود.